بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير من الناس بتدور على الفلاتر اللي ممكن تستخدمها في اكتر من صورة، مش لازم تكون صورة واحدة او اتنين، او حتى تكون الصبح او تكون بالليل. الفلتر ده ان شاء الله هينفع معاكم على كل الصور اللي انتوا تستخدموها، ايا كانت بالليل الصبح في شمس مفيش، صور قاعات، صور افراح، سيشنات. الفلتر ده مميز جدا وبيستخدم لاكتر من فلتر. وعشان ما اطولش عليكم، يا ريت ما ننساش ننزل نصلي على سيدنا محمد وان نذكر الله لا اله الا الله. ولو انت لسه من متابعينا الجداد، ممكن تعمل فعل الزر او تتابع القناه وتفعل الزر. ولو انت من متابعينا الجمال، ما تنساش تنزل تعمل كومنت لينا او تعليق مدى رضاك او الفلاتر اللي انت عايز تنزلها او عايز تحمل زيها. واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هنبدأ ننزل فلاتر الناس بتطلبها كتير. وعشان ما اطورش عليكم، يلا بينا يلا بينا. دلوقتي هنروح على اعدادات الصورة، وهنروح على اول صفحة وهي صفحة الاضاءة. لو احنا بنتصور صور في الصباح او صور في النهار والشمس جاي علينا وحرق الوش، كل ذلك هتخلي الاكسبوجر سالب 3/10 زي ما انتم شايفين كده. ولو احنا في القاعة بالليل وعايزين نرفع اضاءته، هنخلي الاكسبوجر موجب 1 والكونتراست سالب موجب 10. بعد كده الهايلايت هنخليه سالب 23 عشان الاضاءة الخلفية او عشان تبين السحابة. بعد كده هنروح على الشادو، هنخليه موجب 37 عشان لو انت عايز تطلع او تظهر اضاءة او تعلي اضاءتك في الصورة او اضاءة اصحابك. طبعا مش عايز اتكلم ان الفلتر ده لما ينزل على صورك وتنزلها على الانستجرام او الفيسبوك، الناس هتعرف او هتسألك عن الفلتر ده انت جايبه منين. فياريت ما تبخلش علينا وانك تنزل لنا او تقول لهم القناه بتاعتنا، عشان عايزين نزداد بيكم ونوصل لاكتر عدد ناس ممكنه تتابعنا، عشان الناس تستفيد من الفلتر. بعد كده رحنا على الوايت، خليناه سالب 28 وزودنا البلاك لموجب 17. هنفتح صفحه الكيرف. طبعا في كل الفيديوهات بتاعتي بقول ان الفلتر مش محتاج انك تعمل الكيرف زي ما هو، ولكن كل اللي عليك تعمله انك توصل الفلتر زي او توصل الكيرف زي موجود قدامكم، تمام. وطبعا الكيرف مش محتاج ان انا العب فيه كتير، لان زي ما انتم شايفين حاطط بس 3-4 كور في النص. وزي ما انتم شايفين هنزود التنت لموجب 6 والفيبرنس زي ما هو والساتوريشن سالب 35. وقبل ما نخش على الصفحه اللي بعدها، يا ريت تعرفوا ان الفلتر ده من مجهود شخصي، بنحاول على قد ما نقدر نعمل فلتر مميز ويكون سهل الاستخدام وينفع لكل الصور. فلما تبخلش علينا على قناة بيرو انك تتابعنا او تعمل لايك للفيديو وتقول لنا رأيك في الفيديوهات تحت. نخش على صفحة الميكس. هنبدأ باول لون وهو اللون الاحمر، وزي ما انتم شايفين ان اللون الاحمر عملتش فيه اي تغيرات. فلو حابب تعمل اي تغييرات ممكن تغير اللون، درجة اللون زي ما انتم شايفين، او بس يعني مش عايزك تلعب في درجة ستوريشن ولا اللومنس، تمام. هنروح على صفحة او اللون البرتقاني، خلينا هيو سالب 10 والستوريشن سالب 10، تمام. بعد كده الهايلايت خلينا اللون الاصفر خليناه سالب 20 واللومنس سالب 10، والهيو سالب 10 والستوريشن سالب 20. وقبل ما اكمل، كلمة السر هي 0 1 2 3 0، اللومنس سالب 10. بعد كده نروح على اللون السماوي، هنخلي الستوريشن سالب 20 واللون الازرق هنخليه سالب 20 في الستوريشن، وهنقلل الهيو لسالب 10 واللومنس سالب 15. ولازم زي ما احنا بنشرح في كل الفيديوهات ان هي هو المسؤول عن درجة اللون، تغيير اللون الستوريشن عن درجة تشبع اللون او لا، واللومنس هي اضاءة اللون، هل انت عايزه يكون عالي او يكون واطي، تمام. نروح على اللون البنفسجي او البيربل او الماجنتا، اي لون، وان احنا عارفين ده لون ايه معين بالظبط، او بنختار الالوان اللي احنا نلعب فيها.
خلينا ستريشن سالب 20 وما لعبناش في الهيو ولا الليبرانس. وفي الاخير نفس النظام في البربل، خلينا الستريشن سالب 20 وندوس دان ونروح على صفحة الديتيلز. التكتشر خلينا سالب 25 والكلاريتي بوجا ب 70. وقبل ما اكمل يا ريت نصلي على سيدنا محمد وذكر الله لا اله الا الله. بعد كده خلينا الديزي موجة ب9 والفينتا سالب 4 والماجنتا 50 والفيرسول 50، ده ما لعبتش فيه يعني كده. وبعد كده رحنا على صفحة الافكت او الديتيلز الافكت سوري، خلينا الشارب موجة ب25 وما لعبناش لا في النويز ريدكشن ولا في النويز ريدكشن سوري، والكلر نويز ريدكشن خليناه موجة ب44. وبكده يكون انتهينا الفلتر من كده لكده. يا رب الفلتر يعجبكم، ويا ريت ما تنسوش تتابعونا على القناه وتفعلوا الزر وتقولوا لنا رايكم في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.